التعاطف الشعبي الكبير اللي كيحظى به حزب التجمع الوطني الأحرار وخاصة الزعيم ديالو سي عزيز أخنوش كتشكل ضغط نفسي كبير على بعض الأطراف السياسية اللي ما كتفهمش هذا النجاح، ما كتفهمش أن هذا النجاح جاب المعقول، ما كتفهمش أن هذا النجاح جاب سياسة الإنصات وبالتواضع وبالصدق مع الناس. إذا هذا الضغط النفسي احنا ما غاديش ننزلقوا نحو تبادل التلسونات والمشاجرات الغير، لأن احنا حزب نظيف وحزب ولاد الناس، ولكن هنا في هذه الأرض المباركة بغيت نقول لكم الله يشفي هذا المرضى، الله يأخذ بيدهم. احنا بغينا هذه الانتخابات تكون هي واحد الفرصة للتنافس بين البرامج الاقتصادية والاجتماعية، ماشي لتبادل السب والقذف والبهتان، نحن نتعفف عن ذلك، ولكن هاد الناس هاد النجاح ديالنا وهاد النجاح ديالكم وهاد الإقبال ديالكم على الحزب كيشكل عليهم ضغط نفسي، كيشكل لهم مرض، الله يشافيهم الله يشافيهم.